بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاك أستاذ وليد المعداوي من gfxacademy.net، محاضر و 3D Animator. نبدأ نتكلم على ثالث محاضرة من كورسنا Introduction في الأنيميشن الماكس. ده ثالث درس، وهنبدأ هنتكلم بقى على التايم سلايدر شوية وعلى الجزئية دي. التايم سلايدر ده من حتة من أهم الحتت في الماكس بالنسبة للأنيميتورز، بالنسبة للشغالين في مجال التحريك. عندي هنا هتلاقي سلايدر كده ممكن تمسكه وتوديه زي ما انت عايز، ده انك ماسك كده وده انك روح يمين وشمال هيبدأ يتحرك معاك، غير اني ممكن استخدم فريم فريم. ببدأ انا بس هسيب الماوس وهظبط هنا السهم ده على الزرار ده، وابدأ اضغط اوتوماتيك السهم بيروح مع او الارو بتاع الماوس هيروح مع الارو ده، تمام، وهتلاقيه معايا. تبدأ تروح فريم باي فريم زي ما انت عايز، مفيش مشكلة. وحتى كمان ممكن تعمل بريفيوس، او ممكن تعمل فورورد كده، او ممكن تروح زي ما انت عايز. ادي حاجة. الحاجة التانية، انا لما اقول شايف هنا هبص هلاقيها فريمات، يعني زيرو بعد من زيرو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، لحد ما انت بتحدد له. احنا خدنا الكلام ده في التايم كونفيجريشن المرة اللي فاتت، انت بتقدر تحدد ازاي طول الفريمات. طيب انا دلوقتي هعلمك ازاي طريقة تانية تبدأ تحدد كام فريم قدامك مانيوال على طول بدون ما تروح على التايم كونفيجريشن. دوس معايا كنترول والت وكليك يمين واسحب معايا. هتبص تلاقي عندك التايم بتاعك او الفريمز بتاعتك بدأت تعمل اكسباند بالشكل ده، او بدأت خلاص بقى بدأت ايه زي ما انت عايز. زي ما تسحب هيديك زي ما انت شايف اهو. ممكن تروح مظبطها تاني على اللي احنا عايزينه. نفس الكلام بالظبط لو انا عايز اسحب، يعني كده سحبت من كليك يمين هنا هسحب بكليك شمال، اوكي، هقف في النص برضه او في اي حته، ونفس الزرارين كنترول الت وبعمل كليك يمين. هبص هتلاقي بدأت تعمل اهو، تزود الفريم زي ما انت عايز. دي الطريقه المانوال على طول اللي انت بتبدا تشتغل عليها كشورت كات سريع. يعني الطريقه الثانيه او في نفس الطريقه، يعني الزرار اللي في النص لو انت جبت كنترول الت وجيت على البوز بتاع الزوم في السكرول كده بوز تحت، هتبدا تعمل بان للسلايدر نفسه على طول من ناحيتين بقى. هو خلاص كده، هو كده زيرو بروح هنا، هنا مية هتروح جاي ساحب، هتبص تلاقي المية اهي، ممكن تظبطها هنا كده وعندك المتين بالشكل ده، اوكي. وطبعا ممكن تروح على اي فريم زي ما انت عارف بالطريقة بتاعتنا دي، او انك تكتب له رقم الفريم هنا. يبقى انا عايز اروح رقم زيرو، بيوديك رقم زيرو لو انت زيرو بتاعك موجود، لكن لو انت اخرك هنا، يعني لو انا مثلا حاط هنا 200 وحاطط كتبت له زيرو هيرجع لي هنا في المية ومش لاقي الزيرو، هو عايز يرجع تاني بس انت مش مديله فرصة، اللي هو مش لاقي رقم الفريم بتاعه. لو انت جيت عملت بالشورت كات اللي احنا اتعلمناها دلوقتي كده، رحت جاي قايل له زيرو، هتبص تلاقيه راح على زيرو، اوكي. لو قلت له 50 هيروح على 50، لو قلت له 150 هيروح على 150 زي ما انت عايز. دي طريقة التعامل مع التايم سلايدر. لو انا جيت كده عملت كليك يمين هنا في الحته دي، اوكي، هتلاقي كونفيجور. كونفيجور دي فيها اتنين مش متعلم عليهم. هنا هتقول شو فريم نمبرز، لو انت شلتها هتلاقي الفريمز نمبر راحت منك، هتضغط عليها كده وتظهرها، وبعدين هتلاقي هنا في سيلكشن رينج وفي شو ساوند تراك، اوكي. لو انت جيت ودوست على شو سيلكشن رينج، هتبص تلاقي هنا ظهر لك حاجه بسيطه جدا. لو انت عندك اوبجكت وعند عليه كي فريمز، خلينا نعمل اوبجكت وعليه كي فريمز مثلا، نرجع من اول، هناخد بوكس بسيط وهنعمل عليه كي فريمز، تمام، وهاجي هنا مثلا
هقول له ستيكي اعمل لي كي هنا زيرو، بعدين راح لي على 20، راح لي على 40، راح لي على كده اي حاجة. ممكن ناخد ده بص انا كده ايه اللي ظهر عندي، تعال نضيع دي خالص، سيلكشن رينج. بص ليه اختفت، اختفت ليه؟ لان هو ده سيلكشن رينج اللي انا ممكن اختار منه. لو انا جيت اخترت ده التلاتة دول هلاقي العلامة اللي كانت تحت السيلكشن رينج بتاعي اختفى. لو انا جيت ظهرته بالشكل ده، بص تلاقي في حاجة زي كده. وبعدين الحاجة دي بص تلاقي بقى انت ممكن تتحكم من خلالها زي ما انت شايف في مكان الفريمز نفسها. تمام، لو انا جيت كده مثلا وجيت من النص هتبص تلاقي عملت وديته في اي حتة زي ما انا عايز، او ممكن اعمل اكستند للفريم بتاعي او للزمن بتاعي. هنا لو انا عندي كي فريمز في النص كلها بتاخد الاكستند بتاعي طالما طالما داخل الرينج بتاعتي اهو. ودي برضو طريقة تحكم في الزمن للأشياء. هنا هنخليها زي ما كانت. برضو نفس الحكاية لو أنا جيت كله، لو أنا جيت عملت ضغطت على الأوبجكت واخترت كل الفريمز بتاعته، ممكن أعيد أعمل ريسكيل للتايم بتاعي بالشكل ده. تمام، وممكن أخليه كمان، خلينا نستخدم الشورت كاتس بقى، كنترول الت وراح جاي كده، بحيث ان هو نو ديلي يبقى عامل لي كده لوب لوبينج على طول، نو ديلي خالص ما يوقفش. تمام، لو عايز اوقفه يا اما اعمل بوز او بعمل بضغط هنا كده بروح واقف على طول. غير برامج تانية، في برامج المايه لو جيت ضغطت هنا كده هتبص تلاقيه راح لك على تقريبا، يعني راح لك على التايم اللي انت بتضغط عليه وروح مكمل تاني على طول ما يوقفش كده. لا، الماكس بيروح موقف لك طالما انت دخلت خلاص. لو انت جيت دوست هنا كده هتروح في اي حتة هتلاقيه وقف على طول. دي كان بالنسبة للشو الرينج. هتلاقي في الكونفيجيور هنا هتلاقي فيه شو ساوند تراك. لو انا جيت كده هنبص تلاقي فيه كمان ظهرت لي حاجة كده، لو انت بقى شغال ليبسينج او شغال على معاك مقطع موسيقى زي ما عملنا المسابقة في الأكاديمية العربية للأنيميشن تابعة لجي اف اكس اكاديمي دوت نت. أطلقنا دلوقتي ورشة اللي هي نعمل مقطع 25 ثانية أو 30 ثانية، يبقى المقطع جاهز عندك. لو أنت عايز عندك السين كله كامل بتبدأ تحط المقطع بتاعك وبتبدأ على طول تحرك عليه. هنشوف دلوقتي، تروح دايس هنا اوبن ميني كيرف اديتور، هتلاقي هنا في حاجة اسمها ساوند، اضغط عليها هيقول لك يفتح لك حاجه كبيره كده، هتقول له اد اي ساوند بس لازم يكون ويف ام بي 3 الماكس ما بيقبلوش، لازم يكون ويف. اي ساوند ويف، تعال نعمل لو انت شايف كده معايا انا عملت التيست بتاعي ومشي عادي خالص. تمام، هنا بقى طبعا بيجيب لك هو هيبدأ منين وهينتهي فين. انت ممكن تبدأه من 50 مثلا، هتبص تلاقي على طول الاند تايم او اند فريم فريمز بتروح ممدودة على التايم بتاع الموسيقى نفسها. عايز تعمل لوبس اعمله، هتعمله ماد، سيبك بقى من التفاصيل دي، احنا مش هنعمل مش هنخش قوي في شوية التفاصيل دي، بس خلينا نعرف الستارت والاند، وخلينا نعرف ازاي جبنا الساوند، وخلينا نعمل ديليت. اوكي، هيدلت لك على طول الساوند بتاعك. لو هتعمل ريبليس يقول لك فين
في الساوند التاني على طول بيبقى ريبليس. لو انت شاكك في الساوند بتاعك بتقول له ريلود، لو انت مثلا غيرته من بره اسمه وكده او حاجه بتقول له ريلود، ما جابوش تبقى تعمل ريبليس وبتنزله على طول بالشكل ده وبتعمل تيست. كل ده مش قضيتنا دلوقتي، هعمل كلوز. لو انا جيت بقى قلت كلوز، هتبص تلاقي هنا الويف، هنا الويف بتاعت الساوند بتاعي اهو، عمال اسحب اهو، اسحب لحد لقيت العلامة البيضاء اللي هو اخر ماكس، بيقول لك ده اخر التراك بتاعك. لا لو عيب شجعه بدل ما تقول له برا. اوكي ده كان الساوند. طبعا انت هنا خلاص بتبقى فاهم بقى، بتمشي واحده واحده حسب العبارات اللي بتتقال معاك، وتبدا تعمل لبسك بتاعك او تبدا تتحرك حسب رؤيه المخرج او رؤيتك انت الشخصيه. ده كان بالنسبه للتراك بار كله او التايم سلايدر. خلينا هنا نشوف، نفتح سيم كده عشان برضو نقدر نشرح عليه كويس ويبان انا عايز اقول ايه. خلينا نفتح الملف ده، ده ملف موجود عندي خلاص، ده ملف جاهز من ملفات الماكس، هتلاقيها موجودة تختارها من ضمن الملفات اللي بتنزل مع التسطيبة العادية. عندي الملف ده وشايف هنا كاركتر بيتحرك والكلام ده كله، طبعا اكيد في كنترول او كنترولز بالشكل ده. كل ما هختار واحد كنترول هتبص تلاقي الكي فريمات، الكي فريمز اللي عليه كلها ظهرت بالطريقة دي، وده من جمال بقى برامج 3D ان كل حاجه ممكن تحط عليها فريم زي ما انت عايزها، زي 2D برضو بس تبقى اقوى شويه او متطوره اكتر شويه. هنا لو انا جيت وضغطت على الكنترول ده، طبيعي جدا اللي هو يظهر لي الكي فريمز بتاعتي. اوكي طبعا انا لو جيت دلوقتي قلت له اديني الكي مود توجل وضغطت عليها، لو انا جيت كده هتبص تلاقي راح لي على كل الاوبجكت اللي انا مختاره، الفريمز اللي عليه او الكي فريمات اللي نازله عليه، هتبص تلاقيه رايح لي بقى على نيكست كي. لو انا ضغطت تاني هروح لي هنا، لو انا ضغطت تاني يروح لي هنا. ده بالنسبه لو انا عامل سيلكشن ل اوبجكت معين هيبدا يعمل لي بالشكل ده. حتى لو انا شلت بقى الكي ده خالص هتبص تلاقي هنا نيكست فريم. الاول كان بيقول لي نيكست كي والتاني بيقول لي نيكست فريم، كده بقى هتمشي في فريمات لان هو مش محدد، بيقول لك مش محدد انت التوجل، مش محدد انت عايز ايه بالظبط. لو انا ضغطت هنا كده ورحت على اي اوبجكت عليه كي فريمز هيظهر لي كي فريمات وابدا اتنقل بيهم بالشكل ده اهو، هيروح لي بس على الكي فريمز بس فقط لا غير. هنا جو تو ستارت في الاول خالص، هنا في الاخر خالص دي جو تو اند. ده طبعا زي الاستيريو كده، زي الاستيريو بتاع زمان، اكيد عندنا الاستيريو بتاع زمان وكانت ايام جميله والله، ما كان الواحد بيسمع حاجات اغاني كده وحاجات كده يعني، الحمد لله ربنا تاب عليه منها يعني. جو تو اند، جو تو ستارت، هنا بريفيس كي وهنا نيكست كي. لو انا جيت بقى بلاي انيميشن هتبص تلاقي ايه كده بلاي. طيب لو انا جيت ضغطت ضغطه طويله هتبص تلاقي هنا حاجه كده مفرغه شويه. ايه ده بقى؟ يبقى ده الاوبجكت اللي انا اخترته ونزل عليه الكي فريمز انا ظهرته هو بس. طب ايه دي هتفيدني في ايه؟ اقول لك لا ده هتفيدك جامد جدا. هتفيدك ان انت لو رحت على تراجكتوري واكتفتها هتبص تلاقي الكيرفز بتاعتك، ممكن تأديت الكيرفز بتاعتك، واحنا عارفين اهميه الاركس بتاعتنا، الارك والكيرفات احنا اتكلمنا قبل كده في انتروداكشن بتاعت او رشه الانيميشن على الكيرفات، مهمه جدا انها تكون سموز دايما دايما. الكيرف
اللي بيجي زي ده كده في خط مستقيم ده بيدل على القوة أو السرعة، إنما الكيرفات اللي بتيجي بتكون سموز بشكل ده بتدل على البطء أو النعومة شوية. لو أنا جيت كمان ممكن أقدر أستفيد من الطريقة دي، اللي أنا ممكن أشوف الجوستنج بتاعي، واتكلمت قبل كده عن الجوستنج بتاعي اللي أنا بشوف الخيالات أو الأوبجكت بيروح فين وجاي منين. الجوستنج هو من الفيوز هيبقى شو جوستنج. هتبص تلاقي عندك هنا بقى لو انت حركت اهو الجوست، هتبص تلاقي المدار او المسار بتاع الاوبجكت بتاعي ومدى مكوسه راح فين اهو، شايف راح كده وبعدين فوق. انا شايف ان الكيرف ده عايز يتعدل شوية، هنعرف ازاي نعدله بس في وقته، في المحاضرة بعد كده هنعرف ازاي نعدل على الكيرفات دي من هنا على طول. بصراحة احسن تعديل او اسهل تعديل، هو كل برامج الجرافيكس ممكن تعدل من هنا الكيرفات على طول تمسكها وتعدلها، لكن اسهل تعديل شفته في السينما 4D. انا دايما بحب اشرح مدى قوة البرامج في كل نقطة، وايه السهل في كل برنامج او اللي انا ممكن استفيد منه او الاحسن بشير ليها دايما بدون تحيز اي برنامج. برنامج 3 دي اس ماكس قوي قوي جدا، بيعمل افلام كاملة وبيعمل اللي انت تفكر فيه. الناس، عشان انا قلت قبل كده ان المايا برنامج قوي في الانيميشن، خدوا فكرة عن الماكس ان هو اقل منه. لا يا جماعة، هو مش اقل، يعني نفس الشغل ممكن يطلعه، بس كل برنامج كل شيخ وليه طريقة زي ما بيقولنا بالمصري، كل شيخ وليه طريقة. بالماكس اسلوب مختلف وتولز مختلفة، لكن المايا بطريقة تانية، السينما 4D طريقة تالتة. ممكن تطلع فيلم كرتون او انيميشن بده ممكن بالسينما 4D، ممكن تطلع بالمايا، ممكن تطلع بال 3 دي اس ماكس. المهم انت بتشتغل ايه. لو انت لسه ما بتشتغلش خالص 3D او انيميشن، اتعلم اللي ماشي في السوق اللي في بلدك. في مصر هنا الاكتر الماكس، في حتة تانية الاكتر المايا. دي نصيحتي انا، يعني كنصيحة شخصية. السينما 4D بدأ ياخد وضعه. لو انت شغال سينما 4D ما تحولش من السينما 4D، اتعلم سينما 4D وابدأ اشتغل بالبرنامج اللي انت متعلم عليه. طيب، يبقى انا كده عرفت ميزه البلاي دي. هروح بقى على البلاي عاديه خالص واشيل الجوستنج واشيل التراجكتريز. عرفت التراجكتريز منين؟ من هنا قائمه الموشن هتلاقي تراجكتريز، براجع كده واروح على الفيوز واقول له شيل الجوستنج. دي كانت اهم حاجه في درس النهارده. في كمان حاجه قبل ما انسى، في طريقة كويسة قوي في الكي فلترز. الكي فلترز لو انا دوست عليها بيقول لك انت عايز لما تتحرك ممكن اخد بوزيشن معاك وروتيشن وسكيل واي كي بارامترز. ان شاء الله يعني هنشرح الحاجات دي ان في ناس مش فاهمها خالص. اوبجكت بارامترز، كاستم اتريبيوتس في الموديفايرز، في الماتيريالز، في اي حاجة تانية زي اللايتنج واي حاجة تانية. اوكي، بمعنى ان انت عايز لو انا جيت على هنا وقلت له والله خد دي البوزيشن، يعني انا هنزل كي فريمز على البوزيشن، حتى لو عملت روتيشن ما تسجلليش الكي فريم ده، يبقى هو هيسجل لك البوزيشن بس. اوكي اهو، ما كنتش عامل اوتوكي. هي لو انت برضو، طب كويس ان ده حصل عشان حلوه، يعني اي غلطه واحد بيستفيد منها. لو انت عملت زي كده وسبت الاوتوكي قبل ما اتحرك، يعني الاوتوكي ده دايما البزار اللي انا بضغط عليه وابدا احرك بفيه يستجيب معايا وينزل لي كي فريمز على كل، على اي حاجه، اي حركه انا بعملها بينزل لي عليها كي فريمز على طول. اهو نزل لي كي فريم وبدا
تتحرك بالشكل ده، انا هشيلها خالص كي فريم ده خلاص. لو انا جيت قلت له بوزيشن اوكي، لو انا جيت بقى رحت جاي روتيشن قلت له لا اعمل لي بقى وانا عايز واحد روتيشن هنا، انا هعمل الكوردينيت برضه، هنعرف ايه الكوردينيت. لو عملت روتيشن تعال نشوف كده، يبقى هنا على حسب ما انت اتحرك هتقول له انا عايز تنزل لي كي على البوزيشن بس، على الروتيشن بس، على السكيل، على اي حاجه من دول، على الفايرز بس، او اي حاجه انت عايزها. تمام، ده برضو شكل الكيرف اللي انت بتبقى تتعامل معاه. خليها بس شويه، خليها المحاضره الجايه ولا حاجه نبدأ نشرح الكيرفات، أو اللي بعدها خلينا نشرح الكيرفات في محاضرة تانية عشان دي عايز تركيز شوية عشان ما تتلخبطش. طبعا هنا السيلكتد هنا هبص لاقي بقى في حاجات كتير، هتلاقي الهاند في كذا في كذا في كذا، في كل ده معمول له سيلكشن. من هنا برضو هنبدأ نعرفه. انت بس خلينا نشوفها دلوقتي برضو بسرعة طالما هي ليها علاقة بالمنطقة دي. لو انا جيت اخترت ده وجيت سميته من هنا هقول هاند هاند، لا سوري، دي الهيد هيد اندرسكور كنترول. عملت اوكي، هتبص تلاقي هنا لو انت جيت مش مختار اي حاجة كده، ده بيسهل لك بقى الهيد كنترول راح جاي مختار لك بالشكل ده. ساعات كتير جدا الريجرز ده لازم اصلا، مش ساعات كتير الريجرز لازم يعملوا الحته دي علشان الاوبجكتات بتبقى كتير والبونز والحاجات دي، فلازم يعمل سيلكشن ده. اي سيلكشن من فوق بيظهر لي تحت سيلكتد الهاند كنترول اهي. لو في اي حته تانية ممكن اختارها لي او تختارها من هنا فوق احسن، اهو يبدأ يحرك لك بقى او يبدأ يوديك على اللي انت بتختاره على طول، شورت كات على طول، لانك انت سهلت على نفسك من الاول. ودي حاجة سيكونس لازم اي حد يشتغل بيه، زائد سيكونس اللي هو انت لازم كل حاجة فليرز. تمام، لازم كل حاجة فليرز. طبعا ده خطأ ان الاقي ملف بالشكل ده كل حاجة فوق بعضها، لا او فلير واحدة ما ينفعش. انت لازم تقسم شغلك كويس، البونز لوحدها، الجيومتري لوحده، الجيومتري اللي هو الجسم نفسه يعني، والكنترولز لوحدها، والهيلبرز لوحدها، والحاجات دي كلها هتيجي وقتها ان شاء الله ونشرحها. حبيت بس الدرس ده يكون فيه طريقة التعامل مع التايم سلايدر، مهمة جدا يا جماعة، مهمة جدا جدا. حتة الشورت كات اللي انا قلتها في الاول دي ركز عليها قوي، لان كل الانيميتورز بلا استثناء على طول بيستخدموها. شكرا، وكان معاكم استاذ وليد المعداوي من GFX Academy.net محاضر و 3D كاركتر انيميتور. السلام عليكم.